مشاهدينا منكمل مواعيدنا ومع هلا بدر الدين مهندس الديكور وعمارة وأول متحدثة بالشرق الأوسط عن الموضة والديكور وموضوعنا عن الديكور الحديث. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك نريمان. شو هالأناقة الحلوة هاي؟ Thank you. بدي أسألك بداية، قد في علاقة بين الأزياء والديكور؟ هل بيترابطوا مع بعض الموضة؟ هلا هن ان بارلل ايه بيوازوا بعضهم تقريبا، لانه مثاقبه انت لابسه لون النيلي ولون الازرق بالباليت اللي له بدرجاته هو سيد الالوان. هلا اوقات انت بتحسي بحاجه انه انت بدك تغيري شيء، انت ما بتعرفي ليش عم بتروحي على هذا اللون، لانه انت ديب انسايد بكون نفسيا انت بحاجه لطاقه معينه، والالوان هي طاقات. يعني لابسه لون ازرق يعني انت بدك تعملي بارير، يعني تحمي حالك من شيء، من اي شيء خارجي، وبنفس الوقت بيعطيك هيدي السلام الداخلي والبرودكتيفيتي لبعدين. نعم. طيب بالبيت هلأ، يعني الديكورات اللي بتعمليها، التصميمات بالبيت، قد بتعتمدي على الألوان بالاختيار؟ كتير. يعني اذا بقول لك انا الشيء اللي بيميزني عن غيري يمكن هو انه انا بعمل هيدي الباليت، يعني بعرف اخلط هيدي الالوان اللي بتكون بتريح الشخص نفسيا قبل ما انه قبل كل شيء. يعني انا بعمل دائما بقول لهم لكل الكلاينتس انه ليكن احنا هلا تعملي رح تحليل نعمل نفسي اول شيء. انه اكيد بكون انا عم بعرف، يعني مجرد ما هني ببعض بيقولوا لي اجمالا هيدي الصوره انا بحب هيدا الستايل، انا بحب روح على هيدا الشيء، فانا لحالي بعرف انه هني هيدي الباليت اللي هني بحبوها لانه عندهم هيدا النقص او هيدا النيد. بنعمل الستريكيوليشن اللي لازم نعملها، وبنعمل كل الفانكشنز اللي هني كل القصص اللي هني بدهم اياها بحاجه لإلهم ببيتهم، وبلاك اند وايت، بعدين بنبلش نلون، بنقول لهم كيف هلا تعطي الاولاد الصغار نعم. الهوم ورك انه خذوا هيدي لونوها لونها، بعدين بنبلش بنقول لهم رح نحط هيدا اللون رح نحط هيدا اللون. اكيد ما بكون كثير معجق وحاطين كثير الوان، بتكون باليت مدروسه. نعم، يعني في عنا ألوان أساسية نحن، اللي هن اكيد الأسود والأبيض والرمادي، وبتشتغلوا عليهم بتعطوهم اللمسات بالألوان اللي هيدول دارجة. الالوان البيسكس هول كل الحياه هن بالحقيقه هن الموجودين. بس هلا اذا بدك نحكي انه عن هلا شو عم بصير، يعني هلا شو عم بصير بالتغيرات الكونيه كلها، عم نرجع جراوند تو ايرث مثل ما بقولوا، عم نرجع على ترابية. الارض. انه هيدا ايه اللون الاول الدارج هلا هو اللون الازرق، هو هو اللون الازرق، منيح اللي لابسه بعدين ازرق. اللون التراكوتا اللي هو انا هلا لبسيته البس مثابة تبعوني اثنيناتنا. مثابة، وبعدين اللون الاخضر، وبعدين اللون اللي بيجي مثل البلاش اللي بيجي لون وردي زهري وردي اللي هو بيعطيك هيدي انثوي. الحق، هو منه انثوي، هو لون بحسسك بالنعوميه، بحسسك بالرياحه، هذا الاحساس انه بالاشياء النقيه الرايقه، هو بيعطيه مثل الابيض اذا بدك، بس انه بس بحركه، يعني مش انه الابيض شوي بتحسيه شوي جامد لون، انه هو نفس بيعطيك نفس الافه اللي بيعطيها اللون الابيض، النظافه والنضاره والهيدا، بس بنفس الوقت الحيويه والطفوله البراءه اللي نحن هلا عم نرجع لها بكل شيء بحياتنا وبنحب تكون موجوده عنا. طب هيدي الالوان يعني بتختلف بين انك تستخدميها بغرفه النوم، يعني ممكن هيدا اللون بغرفه النوم او بالصالون، او حسب شو يعني بتستخدمي اللون، نحن او بننقي ممكن تحطيه وين ما كان بالبيت. وين ما كان، ما عندي يعني هلا انا بنصح، كنت عم بحكي بمقابله قبل انه في شيء اسمه بايوفيليا ديزاين، هيدا علم اسمه بايوفيليا، بايوفيليا هي نحن عم نرجع لكل شيء، هيدا السايكل الحياة، علاقة الإنسان مع الأرض مع الهواء مع الضوء، إنه بتحسي حالك هلأ رجعوا العالم، شو الأكتيفيتي اللي بيعملوها؟ هايكينج، بتسلقوا جبل، بروحوا على البحر، صار شوي السوشيال ديستانس أثر بهيدي المواضيع، يعني رجعت العالم للحقيقة، رجعت للطبيعة أكثر. هذا الشيء كثير أثر على حياتنا اليومية، على بيوتنا، على شغلنا، على كل شيء، بتحسي إنه العالم انتبه من بعض وعم تتقرب، يعني عم بتلزق اكثر بالطبيعه. عشان هيك نحن هلا انتيريور ديزاينرز بنقول انه لازم ببيوتنا، لازم، يعني انا بعطي نصيحه لكل اللي عم يحضروني انه لازم نحط لون الازرق واللون الاخضر واللون التراكوتا اللي هو البني، مع انه كونتورينج اللي هو اللون الاسود بحدد لك، يعني الاسود بتكوني ليتس سي عندك شيء
بانو على الحيط كبير، بس تحطي كم ضربه سود بتحسيها انه ركزت، قعدت اللوحه او قعد الديزاين كله، انه ثبتيه يعني مثل عم تحطي قواعد اساسيه للشيء اللي انت عم تبنيه. طب هيدي النصيحه يعني لموضه صيف 2020 ولا لدايما؟ هلا ليكي دايما نحن بنطلق الموضه حسب النيد، حسب الواحد شو بحاجه، وحسب ما نحن بنشوف انه بكون عندك برسبكتيف لبعدين انه شو المناسب لنكمل بحياتنا لبعدين. هلا هيدي الباليت كانت عم تكون موجوده بس ب يعني خطوط رفيعه، كم لون صغير، مش هالقد قويه وجريئه مثل ما هلا واضحه. يعني هلا بتشوفي لون اخضر، لون اخضر، صوفه كبيره تكون لونها بيور اخضر، نعم. بس بالقبل كنا عم نروح على الالوان اللي شوي اروى انه وشوي احسن، هلا عم تشوفيهم واضحين لان هالقد انت بوضع نفسي بحاجه انك عن جد تعملي ابزوربشن، يعني تمتصي هيدي الالوان بنظرك لحتى تعكس لك طاقه ايجابيه من قلبك من جوا. نعم. طب لما نقول نحن موضة بالتياب، يعني كل موسم مثلا بنغير تيابنا، بنلبس حسب الموضة، كمان بالبيت الديكور بنغير حسب الموضة؟ يعني ممكن أكيد. في ناس بتغير كل موسم؟ هلا كل الناس بتقدر تغير كل موسم. هلا اذا بدنا نحكي يمكن نحن بمجتمع لبناني شوي بقول يي بدي اغير بيتي، بدي ادفع كثير مصاري، ونحن هلا خاصه هلا ريسنتلي نحن باسوأ وضع اقتصادي بمرق فيه بتاريخ لبنان. لا انا بقول انه هذا شيء لازم نحن نعمله، لانه اذا انت منك قاعده بمحيط مزبوط هذا الشيء حياثر سلبا على كل حياتك لبعدين. فاكيد بعرف الوضع الاقتصادي كثير صعب، انا ما بقبل اذا حدا عنده شويه مصاري يروح يحطهم كلهم بكنبايه نعم. ولا ببيت ولا ببوستر يحطوه على الحيط، اكيد لا. يعني بتخافي على جيبة الزبون. اكيد اكيد. مش معناته انه نحن غيرنا او عملنا ديكوريشن جديد معناته انه نحن عم ندفع كل المصاري اللي معنا، لا، فينا نغير لون التكايات اذا بدك، فينا اعطيك اياهم تيبس هلا. يعني اذا نحن حابين ان عندنا بيت ستاندرد، يعني ليتس سي صالون، وهذا الصالون صار له فتره عندنا وحابين نعمل شيء جديد، نخلق تغيير، مثل ما الناس تروح تعمل ليتس سي ليديز بيروحوا بيعملوا براشنج بس لتغير نفسيتها، بتحس انه عن جد غيرت نفسيتك، انت ما عملت شيء، انت بس شعراتك شوي، غيرت ثيابك شوي، يعني مش نفس ضروري الشيء. الاثاث كله اللي نغيره. فيكي تتركي الاثاث مثل ما هو، فيكي اوقات تعملي دهان للون حيط واحد، مش ضروري كل الحيطان، فيكي تحطي بوستر على الحيط، حيط واحد، فيكي انت تجيبي كانفاس وتخيطيها، فيكي انت وحتكوني مبسوطه فيها اكيد اكثر، فيكي انت انت واولادك، انت وجوزك، انت لحالك ترسمي شيء، انت شو ما كان عشوائي حتحسي انه الوانه حلوه، بنفس الوقت حتحققي هيدي السعاده الداخليه انه هيدي انا عملتها، مش انه حلو. اشتريتها، اكيد. هيدي انا عملتها. بنغير التكيات، هلا كثير دارج السجاد مش بس على الارض، لو انه نحن صيفيه وربيع فينا نستعمل القطن، السجاده بتجي على شكلها بتحطيها كقماشه بتحطيها على الحيط، ودائما دائما الجرينري اللي في عنا تفكير شوي خاطئ، اذا حطينا جرينري بقلب البيت من جوا هذا حياخذ الاكسجين وما ايه، بيسوى، لا ما نحن كل يوم خصوصا عم بتقولي هلا العوده للطبيعه، يعني المفروض يكون على الموضه لازم يعني. يكون، مش ضروري انه هيدي النبته وجودها، ما هي كائنات حيه مثلها مثلنا، يعني بتحس فيكي صدقيني. سو حلو بس بدها وجودها، اهتمام كتير. في هلا الناس اللي ما كتير بتحب تهتم في عندهم فيهم يجيبوا شيء ارتفيشال وبكون شكله مثل انا ما الطبيعي، بفضل الاصطناعي بالنبات، يعني حلو هي تضل على روحها بس انه في حياتي. ناس ما عندها وقت تهتم، وخلينا نحكي الصراحه يعني النباتات الحلوه بالبيت بدها شويه اهتمام صح. وعنايه وشويه وقت، هلا في ناس ما عندها هذا الوقت فيهم يشتروا شيء اصطناعي ويستبدلوه بس بكون بيعطي نفس الافيه. وفينا نستعمل اليوم القش الطبيعي، القش اللي هيدا فيك تجيبي سله قش تحطيها على جنب حد الطاوله بقلب البيت على الواطي، فيها تكون معلقه، يعني عم تحطي هذا العنصر الخشبي بالبيت. حلو كتير. طب قد ايه الإضاءة كمان بتلعب دور بالديكور؟ انه بنرجع للطبيعة اللي احنا عم نقولها، هلا درجة الالوان الشمس شوي عم نروح، كنا نستعمل اللمبات اللي على ابيض بكل بالمحلات العمليه لانه الابيض بيعطيكي هيدي الباور للبرودكتيفيتي اكثر من اللون
الشمس اللي هو الاصفر لحتى بيعطيكي هيدي بتحسي حالك باللون الاصفر، انه انا بدي نام كوزي بدي اي ارتاح انا صح. بالبيت. فلا هلا ايفن حتى لو بالشغل عم ننصح نحن نستعمل هذا اللون الاصفر لانه بحسسك بهذا الدفى، لان هالقد عندنا درجه عاليه شوي من الستريس والأحمر بيفتح الشهية على الأكل صح؟ كتير كتير. لكن الاحمر حلو نستعمله بالبيت. هلا عشان هو هيك نصحاني يمكن أنا. مطبخك لونه احمر لا أوضة لأعود مطرح ما بقعد باكل. فيك تحطي لون اصفر فيها مع الاحمر، يعني لون الاصفر بحسسك كثير بالسعاده بنفس الوقت بحسسك بالشبع. هذه المعلومه ما حدا بيعرفها. اللوجو ماكدونالدز حاطينه اصفر، الناس ما بتعرف شو يعني ليش هذا التريك، لانه هو عم بحسسك اللون الاصفر هو هايلايت. يعني احنا بنعرف بسك تعملي هايلايت لشيء بتعلميه باللون الاصفر لانه بيضوي مثل الفلاش. سو هذا اللون بيعطيكي سعاده ومرح وساتسفاكشن وبيبين شو ما اكثر لون كثير بارز وبيبين، بس نفسيا على المعده بحسسك بالشبع. نعم يعني فيك كتير، تحطي يعني كتير الديكور بيلعب دور بتحديد نفسيتنا، حتى كمان بيعكس شخصيتنا. ايه اكيد، يعني كل شخص بتشوفي طريقه لبسه وسيارته كيف مرتبها وشو في بالسياره من جوا وكيف او غرفته، يعني هذا هو. يعني عرفت انه هيدي انت، هيدي كل انسان، انا بقول كل انسان عنده ايدنتيتي. ما بحب انه انا اعمل شيء نريمان انا اعمل لك بيتك مثل ما عملنا بروجي لحدا تاني قبل، انت حبيتي ولا انا حبيت هذا البروجي بليز اعملي لي مثله. لا مش هيك، انت عندك هويتك، عندك يور ايدنتيتي، عندك يور باليت اللي هي بتختلف عن باليت لحدا تاني. نعم سو كل انسان عنده هويته الشخصيه. نعم طب لما تكوني عم تعملي ديكور لحدا، اذا زبون تدخل او يعني في شيء ما بده اياك تعملي، قد بتسمحي له انه يعطي رايه؟ اكيد هيدا بيته هيدا رايه، يعني انا مش مسموح اصلا انه انا اعمل بيت حسب ما انا بحب، مش شيء مش مقبول، لانه هيدا بيوت العالم ما حتى لو فيك ما كان تعمله. عاجبك انت هلا ما ممكن انا تنصحيه تغيري بصراحه له ما في رايه شيء ما مثلا؟ بيعجبني. كل الستايلز حلوين وكل الالوان حلوين، بس بدك تعرفي انت وين تحطيهم بالمحل الصح. ابدا، وبالاخر الدنيا اذواق، وانا شغلتي اني انا اعرف كل واحد شو ذوقه واعمل له شيء حسب ذوقه. نعم. طب هل الديكور من الداخل لازم يكون متناسب مع الخارج؟ اكيد. هلا في معلومه رح اقولها للكل ما حدا بيعرفها، انه دايما دايما اللي بيدرس هندسه داخليه وبكفي معماري هو بيقدر يعمل الشغلتين. يعني المهندس الديكور بيقسم البيت من جوا كيف بده يكون اكوردنج للفتحات البواب والشبابيك، بيعمل الاليفيشن اللي من برا يعني شكل البيت الخارجي اللي من برا. بينما المهندس المعماري مش اقل كفاءه اكيد، لا يا بس ريت هلا جون شوي بيعرض صور انت وعم تحكي. شوي ما بيقدر يكون عم يقدر يمسك هيدي المهاره مثل ما المهندس الداخلي عم بفوت بتفاصيل شوي اكثر، هو يمكن ما بيقدر يشوف. نعم. شو النصيحة اللي بتقوليها هلا للي عم بيعملوا ديكورات جديدة؟ هون عم نشوف هيدا من تصميمك. هيدا ابارتمنت شقه، هو ارتفاع السقف الحقيقي كان 92 سنتيمتر، مثل ما انت شايفه مبين اعلى بكتير لانه عملنا السقف لون ابيض وعملنا البولد اللون الاسود، حددنا الزوايا ومحلات لون اسود. بتحسي حالك عندك فوكل بوينت، يعني انت عيونك مركزين على نقطه واحده. بس كأنه شو ما هي؟ في برادي هون. بلا في برادي، بس هي كهرباء على الجنب هون، البرديه مفتوحه. هلا الجديد هذا لون التراكوتا اللي كنت عم بحكي عنه، هو اللون البني اللي مايل على لون اورنج مثل لون جوف الارض. شفت الجرينري كيف موزعينه؟ ما ضروري نحط الاخضر يعني ندهن الحيطان، انه في بويات صغيره محطوطه بطريقه حلوه ومرتبه ومنظمه او سيركوليشن مريحه. عم لاحظ في مساحات واسعه وفاضيه بالديكور، هل هو بيتعلق هالشي بالحريه؟ دايما نحن بنعرف تعريفنا للحريه هي بس شو يعني حريه، يعني فري سبيس. ايه اكيد انا ما بحب القيود بالحياه اجمالا، بحب الانسان يكون مرتاح. يعني انا اذا بدي امشي ببيتي كون مش كون عم بمشي وعم بتفركش بكذا في ناس شغله. كتير بتحب تحط غراض فوق بعضها وتكتر الديكور واشياء كبيره يعني. انا هيدا من القصص الشغله الوحيده اللي بتدخل فيها مع الزباين، انه انا ما بقبل
انا بحب اعطي كل شغله حقها. لا ما من مش مش شرط نحن نكتر المنتس بقلب الزون وحط فيها 100 شغله لتبين حلوه. لا لازم تكون سيركيليشن مريحه، تكون انت نفسيا عم تقدر تشوفي اصلا، تركز الاشياء اللي قدامك. اذا حطينا كذا ايتم مع بعض بطلي بتعرفي وين عيونك يركزوا، واصعب للتنظيف، للنظر، للعيون مش مريحه، من كل النواحي عندها سايد افكت. وفي دراسات تانية ما راح اتعمق واحكي فيها، ايه كمان بتحكي عن هذا الموضوع انه كثير مهم انك تتركي انت مساحات فاضيه، مش ضروري نعبي كل زاويه بالبيت. يي والله ليكي عندنا زاويه فاضيه، هات لنحط فيها هون شي بوي او نحط فيها شي مرجوحه مثلا، نحط فيها شي كرسي. طب لا اتركها فاضيه. نعم، هل اتجاهات المستهلك بتحدد الموضة؟ ايه اكيد، حسب كل واحد شو وظيفته اول شغله، شو ميوله، شو بحب، وهو وين عم بيقضي وقته بالبيت، باكثر محل عم يستعمله بهذا البيت. فهي هيدي العوامل الاساسيه اللي بتحدد لك انت كل خريطه البيت كيف تكون. نعم، نصيحة أخيرة بتقوليها للناس واللي عم يعملوا ديكورات هلأ خصوصاً؟ هلا يمكن حاحكي نصيحه اخيره قريبه للديكور وقريبه شو بقولوا لواقعنا الحالي. نعم. هلا نحن بلبنان شوي عم نعاني من جرح كثير كبير. هلا في جروح بتصيبك بالحياه، بتجرحك من قلبك من جوا لما انت يكون اشخاص بتوثقي فيهم بيخذلوك. هذا بشي بيعمل خيبه امل بالداخل، بس لنفوس شوي ضعيفه. انا بحب شجع كل الناس، اكيد كل اللبنانيين، شوي يمكن حكون منحازه عم بحكي بس على اللبنانيه، بس انه نحن بوضع عن جد لازم انه انا اكون حس حالي انه عم بعطي شيء لبلدي، ما يقولوا انه نحن ولا بس عم بحكي بالديكور من دون منا ريليتد، عم نحكي بس بالموضه والعالم بالشارع. نعم، لا انا بدي من كل الناس انه تفكر بوزيتيف، وهذا شيء ابدا ما انه سهل. يعني انك سهل انت بوضع اقتصادي هالقد كثير صعب انه نحن نفكر انه هي الحياه حلوه بس هذا شيء بياثر. اذا نحن عندنا خطوات وحابين ننجح لبعدين، اول شيء لازم نتخلص من الستريس لحتى نركز لنقدر ناخذ قرارات صح. هلا كل العالم معصبه وما عم تقدر تاخذ قرار مزبوط بحياتها لانه هيدا الامبيونس اللي كثير سيء، وكل يوم عم توعي الصبح في مشكله اكثر من الثاني. انا عشان هيك عن جد سيريسلي اول نقطه يمكن انا بتبعها بحياتي، مثل انا لبنانيه مثل كل هالعالم، ما فيني عم اقول انه والله يدين بخير وخلص وفكروا. لا بعرف انه في مشكله ولازم نعترف انه احنا في عنا مشكله، بس بنفس الوقت انا وين عايشه باوضتي وببيتي وبمكتبي، هذا المحل لازم يكون مريحني انا نفسيا باقل خسائر ماديه ممكنه. انا كل اللي عم بطلبه من كل اللي عم يحضروني هلا، كل اللي بطلبه منهم انه بس يفوتوا شويه جرينري، كل يوم هواء نظيف وشمس، صدقيني هدول الخطوات بخلوهم نفسيا يكونوا شوي مرتاحين لحتى يقدروا ياخذوا قرارات مصيريه بعدين بحياتهم تكون كانطلاقه مضبوطه لحياتهم المهنيه اليوميه. المحل بدك تنامي فيه هو بيتك، والمحل اللي هو بدك تشتغلي فيه يعطيك برودكتيفيتي لتعرفي تفكري صح هو مكتبك. فقد ما نحن واجهنا صعوبات بحياتنا رح نضلنا مكفيين. والحلو بكل الشعب اللبناني شعب صبور وعنده ايمان كثير كبير ببلد اكيد بكره حيكون احسن ان شاء الله. بوضع كثير صعب انا بقول انه لا الشمس بعدها طالعه واكيد الحياه كثير حلوه ورح نكمل. نعم. الطريق. نعم، نحن بكثير من الاحيان بنفكر انه هي التفاصيل اللي حكيت عنها هي تفاصيل عابره ومنها مهمه، بس هي اساسيات بحياتنا وهي اللي بتفتح الباب لاشياء كثير. نهتم بعالمنا الصغير حتى عالمنا الكبير يكون مضوي اكثر ومشرق اكثر. شكرا كثير لك هلا، شكرا لحضورك معنا وعلى هالمقابله الحلوه والاجوبه الحلوه. حبيبتي انبسطت وتشرفت بمعرفتك. وانا كمان. وان شاء الله نكون قدرنا بهذا الوقت اللي كثير قصير انه نوصل مسج لكل الناس ما يخافوا ماديا. اذا انا بدي ظبط بيتي شوي او انا حابه هلا انه انا غير، انا عندي الفيسبوك والانستغرام
انا مستعده اليوم انا اعمل انا هيدي المبادره او اعطي فري كونسلتيشن حلو لكل الاشخاص اللي حابه تبعت لي صوره لاي محل هي عندها ببيتها من جوا وحابه تغير فيه، انا هلا ام بتبلشي هير معي بعد اند فري لحتى اقدم لهم كل النصايح اللي لازم شكرا كثير على تساعدهم على المبادرة، نفسيه افضل. شكرا كثير إلك وانبسطنا بحضورك. انا كمان مشاهدينا إلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج على الموعد، انطرونا.